دكتور رضا حجازي رحيم كمان امبارح استمعت لبعض تصريحاته بالتواصل حتى المباشر معاه، كنا اتكلمنا في موضوع درجات الرأفه، الناس برضو مش فاهماها، قال لك ده رفع الرأفه ل 10% فالحمد لله دي اعتقد ليها قواعد. لا هم امبارح الجدل اللي حصل على السوشيال ميديا ان الرأفه دي اللي هيجيب 90% ياخد 10% يبقى بالظبط كل واحد بقى فسرها بطريقته. هو نفس درجات الرأفه بتاعت الجامعه، يعني حضرتك عارف ان كان في اربع مواد ضد جيم، فلو جبت مش عارف ناقص لك ست درجات تاخدهم فتترفع في اثنين فبالتالي تعدي. يعني درجات الرأفه ليها علاقه بالطالب اللي هينجح مش بالطالب اللي جايب 90% و80%. صحيح. يعني تعدي الطلاب في حاله مثلا رسوبه في اكتر من ماده، فنعدي درجات الرأفه نعديها شويه فممكن ينجح. انما مش هيبقى جايب 95 فهندي ونقص له على الطب 1% فهنديله 8 درجات مثلا يعني. امبارح لمحت برضو فيديو عمل دوشه كده، انا مش عايز اعرضه تاني عشان بحب اساعد على نشر الاشاعات عن امتحان الجيولوجيا. هم امتحنوا جيولوجيا؟ لا هو يعني بصيت في الجدول لقيت في امتحان جيولوجيا اصلا. هو ده فيديو قديم اعتقد. الفيديو ده من 3 سنين. من 3 سنين. وبعدين الباين فيه قوي ان الولد بيهزر، ان الولد مش جدي قوي يعني. الولد طبعا. يعني انا مش عارف المصطلح اللي اقوله صح ولا غلط، هو واقف يقلش يعني. بالظبط. وبعدين في الفتره دي بس يعني انت محمود بقى صحفي وعندك كواليس زي ما بتحب تدعي، بس انا عارف شغلك يعني. هو ليه مين مصلحته ان ينشر فيديو ده تاني دلوقتي؟ اصل الفيديو ده تحديدا انا عارفه اصل انا اشتغلت عليه. ما كنت اسال حضرتك الفيديو ده حضرتك كنت مسؤول عنه يعني. طب انا جاوبت عليه من 3 سنين، مين ليه مصلحه انه ينزل تاني؟ بص يا ريس، مش التعليم بس اللي فيه حد متربص بيه. طبعا. الدوله كلها فيه ناس متربصه بيه. بيقلبوا لنا في القديم يعني. التعليم دلوقتي في حاله يعني، زمان كنت دايما تلاقي السخط كله على وزاره الصحه زمان يعني. صحيح. يقول لك اصل فلان ما لقاش مستشفى اشتريه مش عارف ايه. دلوقتي الاستهام موجه للتعليم بشكل كبير جدا. يمكن ده راجع لفكره ان المنظومه كلها بتتغير. طبعا. وانا عايز بس اقول لحضرتك حاجه مهمه، احنا دايما اول اختبار بنقع فيه. يعني اول اختبار في امتحانات الالكترونيه الاولى سنه وقعنا فيه في اول يوم. طبعا. بعد كده المنظومه مشيت تمام جدا. السنه دي كان اول يوم صعب جدا، يمكن عملت حاجه مع حضرتك مداخله وكان الوضع صعب جدا. بعد كده الامور كلها مشيت بشكل جيد. صعب اجرائيا عشان لسه مش متعودين وعلى التباعد، سواء على فكره القائمين على المنظومه او سواء الطلاب نفسهم واولياء الامور. بس من ثاني امتحان عدت خلاص الموضوع انتهى. فكره ان الامور تستقر والوزاره تمشي بشكل كويس واولياء الامور يمشي بشكل كويس والطلاب يمشي بشكل كويس، فتلاقي حد بيطلع فيديو زي ده عامل له مثلا امبارح حوالي 4 مليون مشاهده. بالزبط. فلازم احنا بقى هنا نقول مين، زي ما حضرتك بتقول، مين اللي نشر الفيديو ده وايه اصل الصفحه بتاعته، خاصه ان الموقع اللي نشره تقريبا ما بقاش يطلع دلوقتي يعني. صحيح. يعني الموقع اللي نشره ما بقاش يطلع. خلي يعني بالك ان انا ما بخش على السوشيال ميديا، يعني مش انا تحديدا بس المواطنين العاديين ما بيخش، هو ما بيبصش مصدر الموقع مين. صحيح. اللي نشره او بيبص على الفيديو بس. صحيح. فانا بقى دوري هنا في صباح الورد ودورك طبعا من خلال شغلك ان نقول لا ده امتحان قديم. هنا مش دفاعا عن الوزاره، هنا بس عشان ما ارفعش سقف التوتر للطلاب. يعني خلي بالك. صحيح. اللي بينتشر لما بنحكم على السوشيال ميديا ده، ما هو لسه الناس دي عندها امتحانات تاني يعني، عندهم امتحان مهم جدا يوم الاحد سواء علمي او ادبي يعني. صحيح. عندهم كيمياء وجغرافيا يعني. بالظبط. والاثنين اصعب يعني. فانا عايز اطمنهم، لا اهدوا وان شاء الله الوزاره هتشوف الدنيا دي هتمشي ازاي وبتاع عشان تكملوا.